طيب الحديث الذي بعده قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ومن أخذ المحدثون لفظة حدثنا وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أتى به، المصدوق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم. إن أحدكم قالوا وذكر هذه اللفظة لأن هذا الحديث فيه شيء من علم الغيب، من ذكر علم الغيب، وعلم الغيب يقابل بالتصديق من قبل المؤمن، عشان كده ذكر بهذه الألفاظ. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وفي البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم، وبوب بهذا الباب إنما الأعمال بالخواتيم البخاري رحمه الله تعالى. حديث فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الصحابة كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا من إيمانهم الصحيح ومن إيمانهم التام رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الثانية أن الإنسان في خلقه يمر بمراحل: لتركبن طبقا عن طبق، قال ابن عباس، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. الإنسان في البداية الأول خلق من طين، وبقية البشر خلقوا من ماء مهين، من نطفة يجتمع فيها ماء الرجل وماء المرأة، ثم بعد النطفة، وهذه النطفة تمكث في رحم المرأة 40 يوما، وقال ابن دقيق: تتفرق في الجسد ثم تجتمع في 40 يوما. النطفة دي بعد 40 يوم بتبقى علقة، وهو الدم الذي يعلق بالرحم، بأعلى الرحم، ثم بعد 40 يوما تصير العلقة مضغة، أي لحمة تمضغ كاللحمة التي تمضغ، ودي 40 40 و40 و40، دي 120 يوم، اللي هي 4 أشهر. بعد 4 أشهر ثم يرسل إليه الملك، ملك وكل بالنفخ في الرحم، بنفخ الأرواح في رحم المرأة أي في الجنين، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح في هذا الجنين فيتحرك الجنين بعد 4 أشهر. عشان كده ابن عثيمين قال الجنين لما يتم 4 أشهر ويزيد ويموت يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه نفخت فيه شنو؟ الروح. أما قبل 4 أشهر فإنه عبارة عن لحم
يحتسب ولا يصلى عليه إلى آخره، وإنما يدفن. قال ويؤمر بأربع كلمات، الملك ده يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقسم فقال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، أي الواحد من الناس، ليعمل بعمل أهل النار، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قال ابن عثيمين: معنى هذا أي الموت، يصير ليس بينه وبين الموت إلا مقدار ذراع، ذراع. فيسبق عليه الكتاب الذي كتب وهو في اللوح المحفوظ، أو الكتاب الذي كتبه الملك بأمر من الله تعالى، لأنه كتب فيه شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يموت سوء خاتم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده الحديث وده معناه. الحديث ده فيه فوائد: الفائدة الأولى ما ذكر أن الإنسان يمر بمراحل وبأطوار. الفائدة الثانية أنه يصير بشرا بعد بلوغ أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يكتمل جسده فيصلى عليه إلى آخره. الفائدة الثالثة أن من الملائكة من وكل بنفخ الأرواح، فلا يقاس عليه غيره من المخلوقات. ما جاءنا حديث إنه في جن من الجن بينفخ الروح، ولا جاءنا حديث إنه في بشر بينفخ الروح، بشر من البشر بخلاف عيسى عليه السلام ينفخ الأرواح. ما في شكل الناس اللي بيقول لك فلان بيدي الجنة ويحاول يقيس الكلام ده بجبريل عليه السلام، كلامه باطل. يقول لك الله قال عن جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لأهب لك، قالوا قال لأهب لك. هل الآية دي القرآن يفسر بالقرآن، الآية دي ترجع سورة آل عمران. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحاجة الثانية في تفسير ابن كثير ذكر رواية أخرى: إنما أنا رسول ربك، أرجع تفسير ابن كثير، ليهب لك، أي ليهب لك الله سبحانه وتعالى. شكل الملائكة لما قالت، الملائكة لما قالوا لمريم عليه السلام بأن الله تعالى يبشرها بغلام وأن هذا الغلام هو آية من آيات الله تعالى، تعجبت، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. نعم، في آية: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، دي في سورة مريم. طيب، الفائدة التي بعدها أن الإنسان يكون مطمئنا برزقه وعاملا لأخراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر في الحديث ذكر الرزق قبل العمل وقبل الأجل. قال ويؤمر بأربع كلمات:
بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أول شيء من الأشياء دي إنه شقي ولا سعيد، ده في البداية مكتوب. بعد ذاك الإنسان بيخرج للدنيا يعمل، وفي أثناء عمله يرزق، بعد ذاك بيجي والأجل. لكن هنا قال بكذب رزقه، قدم الرزق على العمل، وأجله، مع أن الأجل يأتي بعد العمل بعد انتهاء فترة الدنيا. وهذا كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإنسان يكون مطمئن أن الرزق مكتوب، الرزق مكتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصنف ابن أبي شيبة حسن الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. ما بذول بيموت إلا أجل يتم ورزقه شنو يتم إلى آخر الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يموت على سوء الخاتمة. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد لا يقنط من رحمة الله، لأنه قد يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بالخير. وهنا إشكال يرد على كثير من الناس، يقولون إن كان الأعمال بالخواتيم ونحن نعمل بعمل أهل الجنة فكيف يختم لنا بالشر؟ قال ابن عثيمين رحمه الله لأن هناك رواية أخرى، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. دي رواية تانية مذكورة في الكتاب ده في التعليقات لابن عثيمين على الأربعين النووية. فيما يبدو للناس، يعني هذا الإنسان يظهر الخير وهو يبطن الشر. عشان كده الحسن البصري رحمه الله قال ولا تكون سوء الخاتمة إلا لدسيسة في القلب، في حاجة في القلب ميها، عشان كده شنو الزول بيموت سوء خاتمة. الشدة بيظهر في الموت، لأنه في الموت العول ماف، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، سكر ذهاب العقل، شدة في الموت. بعد الزول بينطق بالشيل بيعتقده والشيل عايش عليه. فكذا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب ابن عثيمين قال وأما المؤمن الصادق فإنه يموت على حسن الخاتمة. قال والدليل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أحسن عملا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق مع ربه سبحانه وتعالى. عشان كذا أبو حازم من السلف قال وما بلغنا عن أحد فيما مضى صحت نيته وصدق في سريرته وأصلح باطنه وظاهره إلا ومات على حسن الخاتمة. أي زول داير حسن الخاتمة أول شيء تدعو الله سبحانه وتعالى، رب قد آتيتني دعوة نبي من الأنبياء يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحاجة الثانية لا بد من العقيدة الصحيحة، الزول الدار يموت حسن خاتمة عقيدته تكون صحيحة، لأن الله تعالى قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا.
الحاجة الثالثة الاستقامة على دين الله، تكون مستقيم دار حسن الخاتمة، لا تستقيم، تبعد من المعاصي وتجتهد في الطاعات. والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم شنو الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ده حسن خاتمة. الحاجة البعدة زول الدائر حسن الخاتمة يبتعد من المعاصي. قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الحاجة البعدة الصحبة، قال الصحبة تؤثر في الخاتمة، ومن أكبر أدلة موت أبي طالب أن الصحبة أثرت فيه في آخر اللحظات قادوا لسوء الخاتمة، ولأن تكلم بكلمة الكفر وقال هو على ملة عبد المطلب ثم مات على شر، نسأل الله العافية. بعد ذلك في أسباب ثانية، لكن الإنسان يجتهد في طاعة الله ويصدق مع ربي سبحانه وتعالى، أكثر شيء يدعو الله، يدعو الله، يدعو الله ويتوب ويكثر من التوبة. من فوائد هذا الحديث مشروعية القسم عند الإخبار وعند الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إلى آخر الحديث.